السلام عليكم، كيفكم؟ طمنوناكم. واليوم رجعت لكم بلعبة شاحنات جديدة على أجهزة الأندرويد، واسم اللعبة تراك وورد برازيل سيميليتر، لعبة محاك الشاحنات البرازيلية على أجهزة الأندرويد فقط لحد الآن، ورابط تحميل اللعبة بتلاقوه بصندوق الوصف. طبعا يا جماعة، مبدئيا اللعبة أوفلاين، عالم مفتوح، تقدروا تتجولوا حسب ما بدكم، وبنفس الوقت يا جماعة الخير قريبا يمكن يصير فيها عليها أونلاين، فنزلوها وإن شاء الله بس ننزل عليها أونلاين رح أخبركم. طبعا يا جماعة قبل ما أبدأ المقطع ونشوف شو هي اللعبة، سمر صلاح بن محمد عليه الصلاة والسلام، ولا تنسوا اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس لكم كل جديد، وبترك مع المقطع مشاهدة ممتعة. مبدئيا يا جماعة مثل ما شايفين في عنا قسم الاعدادات، رح ندخل عليه بهالشكل، حطة الترا. طبعا في عنا الاعدادات، تختار الاعداد اللي بدك اياه، الكنترول، رح نحط رجوع. طبعا في عنا قسم السكنز حاليا مقفل، اللي هو بتقدر تضيف سكن او بتعدل على الشاحنة. طبعا في عنا قسم الجراج، رح ورجيكم هلا شو في سيارات. في عنا الفولفو يا جماعة الخير بهذا الشكل، وفي عنا السكانيا، وفي عنا يا جماعة الخير مرسيدس. طبعا هدول السيارات القديمة مثل ما شايفين حاليا، يعني هدول ثلاث سيارات موجودين. طبعا يا جماعة رح نحط رجوع. في عنا قسم الشخصية الموجود في القالب، بتضغط عليه بالشكل بتختار الشخصية اللي بدك اياها من هون، وفي عنا بتقدر تحط اسمك وما اسمك وهدول الشغلات من تحت مثل ما شايفين. طيب هلا هون يا جماعة الخير، حاليا مبدئيا اللعبة محطوطة بلغة برازيلية على ما اظن، فيعني في بعض الكلمات يمكن ما نقدر نفهمها. فيا جماعة الخير رح نضغط هلا على زر اسمه جوجر مثل ما شايفين، رح نضغط عليه بهالشكل وبدخلنا على اللعبة مباشرة. طيب يا شباب، مثل ما شايفين قدامكم فتحت عنا اللعبة بهذا الشكل. طبعا مثل ما شايفين معنا شاحنة الفولفو القديمة. طبعا مثل ما شايفين الجرافيك الموجود في اللعبة كتير اسطوري، وحسيت لكم بيشبه لعبة الدرايفر جوبس اونلاين سيميليتر، او لعبة التراك وورد دريفنج سيميليتر اذا بتعرفوها. طبعا مثل ما شايفين شاحنة الفولفو تقدروا تركبوا عليها التريلا مباشرة، يعني ما في راس ودنب وهيك. طيب يا جماعة خلونا نشوف الشكل الداخلي للشاحنة. مثل ما شايفين هذا هو الشكل الداخلي، لا بأس فيه يا جماعة. طيب هلا هون في على ما أظن المرايا حاليا ما انشغلت مع الأسف، المرايا تبع الشاحنة. طيب خلونا نشغل ونروح نشوف الحمولات مع بعض. طيب رح نشغل بهالشكل. روح يا معلم، والله الصوت حلو. طيب نجي مباشرة على هاي النقطة على ما أظن. في عنا حمولتين هلا مبدئيا، في عنا هاي الحمولة وفي حمولة الأخشاب. طيب اخترنا هي يا جماعة الخير، خلونا نشد ونروح نوصلها مع بعض، نشوف شو وضع الطريق مع بعض وشو الترتيب. طيب شوفوا لي وضعيات الكاميرا يا جماعة شلون هيك مزبطينهم، شي عالمي. طيب طريقنا من هون يا شباب، ايوه وين راح نوصلها يا شباب؟ والله طريقنا من قدام على ما اظن. والله اللعبة لا بأس فيها يا جماعة، يعني كبداية لهيك لعبة انا برأيي لا بأس فيها. اعطوا رأيكم في التعليقات اذا عجبتكم ولا لا. صوت زمون، روح كل شي حطنا لايك، تحياتي لك يا معلم. هلا اللعبة فيها نقص كتير يا شباب، فيها نقص يعني بشكل يعني لا يوصف. بالنسبة للإنارة ما في إنارة للشاحنة مع الأسف، بالنسبة لبعض الأشياء اللي لازم تنضاف حاليا ما هي منضافة. فيعني مبدئيا كبداية يعني لا بأس فيها، إن شاء الله بركة بتتطور بتصير أفضل من هيك. والله على الاول يضيفوا لنا هي الشاحنه مثلا على لعبه الدرايفر جوبس اونلاين سيميليتر، تطلع اللعبه كثير حلوه. شو رايكم يا جماعه باضافه الفولفو؟
والله يا جماعة الخير، مثل ما شفتوا بهذا المقطع حبيت اورجيكم اللعبة الجديدة، ان شاء الله يكون عجبتكم. طبعا يعني يمكن تلاقوا فيها بعض النقص، بعض المشاكل، بعض الاشياء لازم تنضاف ما منضافة، ان شاء الله بركي بينضافوا وبتصير افضل من هيك. طبعا اعطوني رايكم في التعليقات، هل بتشوفوا هاي اللعبة مثلا لها مستقبل ولا لا؟ والله يا جماعة الخير بتمنى منكم لا تقصروا معنا ودعمونا المقطع باللايك واشتركوا بالقناة اذا ما مشتركين، ولا تنسوا تفعلوا زر التوصيل. كل جديد وبترككم بامان الله وسلام.